مشاهدي انفاس تيفي في هذا اللقاء اللي غيجمعنا بالسيده بشرى بالكامل، مستشاره ديال المبيعات في شركه تيبروال المغرب الخاصه بالمواد البلاستيكيه او المنتجات المصنوعه من البلاستيك الصحي. اهلا بك سيده بشرى. شنو اللي كيميز المنتجات ديال الماركه ديالكم؟ الوغ بالنسبه لتيبروار المغرب، اللي ما تيعرفش تيبروار، زمان الناس زمان كانوا تيقولوا لها مدام ميكا، حيت كاين اللي غيعرفها بمدام ميكا وكاين اللي غيعرفها بتيبروار. الوغ شنو الخاصيه ديال تيبروار؟ الناس بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوهاش، هي شركه معروفه، ولا الخاصيه ديالها هو البلاستيك الصحي. هي شركه امريكيه الاصل، المؤسس ديالها هو تيبر اورل، تأسست سنة 1946، دونك هذا العام إن شاء الله غدير 76 سنة. أول منتوج اخترع هذا لو شيميست، حيت هو أن شيميست، هو دي بواط، بواطات اللي ممكن كتخرجي منهم الهواء بحال هذا الشكل هذا، ياك ملي تتسديها كتخرجي داك الزائد ديال الهواء من هنا، لان هذاك لو فيت ديال باش كتخرجي داك الهواء اللي فيها هو اللي تيخلي لك داك الماكله اللي تديري فيها تتبقى لك مده طويله في لا كونسيرفاسيون ديالها مزيانه، حيت ماشي غير تبقى مزيانه ولكن تبقى مزيانه وصحيه. هذه الاولى. دونك هنا فاش بدات المشروع المنتوج، ولكن الميزه الاساسيه ديال تيبروار، شنو الفرق ما بينها وما بين البلاستيك العادي، هو انها صحيه. ملي تنقولوا صحيه، اولا مصنوعه من ماده خام، بتروليه خام، لي بولي بوليتين، ياك. الميزه الثانيه ديالها هو ما فيهاش المواد المسرطنه، اللي هما اكزومبل البيسفينول ا، الفتالات، لي بولي كربونات. هادو مواد كتفاعل في الماكله، مع الماكله ملي تديروها في البلاستيك العادي. في تيبروار ما فيهمش هاد المواد المسرطنه نهائيا، دونك 100% صحيين. هنا ملي بداو كيف ما قلت لك، اول حاجه تدارت هما هاد لي بواط اللي خاصين بالماكله. باغ لا سويت جا التخصص، وهذه الميزه كاينه عند تيبروار بوحديتها، ما غتلقايهاش عند لي زوتر سوسيتي. تيبروار عندها التخصص، سيتادير غتلقاي عندها ديال الماكله في الريفريجيراتور بوحديتهم بحال هاد الشكل اللي دائريين، وكتخرجي الهواء كيف ما قلت لك باش الماكله تتبقى لك مده طويله في الثلاجه، 3 ايام 4 ايام 5 ايام، ما تتريح ما حتى شي حاجه. كاينه الميزه الثانيه بحال دابا لا سبيسياليتي ديال لا كونجيلاسيون، كونجيلاتور. الحاجه اللي كنعرفو ملي تديريها في كونجيلاتور تتزاد في الحجم ديالها، دوكو البواطات اللي خاصين ديال تيبروار هي هاد لا سوبليس اللي فيها، كتماشى مع الحجم الجديد ديال داكشي اللي تدير. والخاصيه الضروريه الاساسيه هو انهم محكمين الغلق، دوكو استادير ملي كتسديها هكا مزيان، سمحي لي، الهواء ما عندوش منين تيدخل، دوكو واخا ملي كديريها في كونجيلاتور دوك لي كريستو دو ما تيتكونوش، هو اللي تيخلي بان دوك المنتجات استادير الماكله اللي تدير فيها ما تتلصقش على بعضياتها. كاينين عاوتاني ديال الخضره بوحديتهم، الخضره كنعرفوا ان الخضره سي فري خصها تبقى مده طويله في الثلاجه، ولكن ماشي غير مده طويله، خصها تبقى فريش باش كتستافدي من جميع لي فيتامين اللي تيكونوا فيها. داكشي علاش على لي بواط ديال تيبروار خاص بوحديتهم كتلقاي عندهم هاد لو كلابي، هاد لو كلابي وكتلقاي فيهم رسومات هنايا. دونك هاد لو كلابي كيعطي البروده لداكشي اللي تتخزني فيها على حسب هي اللي شحال محتاجه، وهذا هو لافونتاج علاش الخضره ولا الفاكهه تتبقى لك اكثر من سيمانه. مجموعه ديال الناس كيقولوا بانه قد ما كان هذاك البلاستيك صحي كيبقى مضر في الاخير، فشنو تبغي تقولي على هذه النقطه هذه؟ الا البلاستيك اللي فيه بيسفينول ا، فهمتي، حيت غتلقاي بلاستيك غيقول لك صحي، ولكن باش تعرفي الصحي كاينين دي نيميرو، بحال دابا البلاستيك ديال تيبروار غتلقاي فيه 5 بي بي. هاد بي بي الناس ما تيردوش ليها البال، تيقول لك صافي 5 راه مزيانه، هو الرقم مزيان، لا 5 بي بي هي اللي مزيانه. ياك الاضرار على حسب نوعيه البلاستيك هي اللي واش مضر ولا ماشي مضر. تيبروار صحي 100% لان خالي، لان في لونشينمون ديال لا برودكسيون، في التصنيع ديالو كاين لي كونترول كاليتي، في شاك فاز ديال لا برودكسيون فيها لا كونترول كاليتي،
دونك طيبين ياك. داكشي علاش اصلا ملي تدير فيهم الماكله كسوا اللي طيبه اللي غتخلي في لي سوب ولا هذا اللي غتخلي في الثلاجه ولا ميم الماكله اللي تنصيفطوا مع وليداتنا للمدرسه وهذا ما كاينش داك التفاعل، حيت الخطر ديال البلاستيك فين كاين؟ في التفاعل ما بين البلاستيك مع داكشي اللي تدير فيها. اصلا لي بلاستيك ديال تيبيغوار ما كفيهمش نهائيا هذاك التفاعل. المنتجات ديالكم واش مصادق عليها؟ يعني واش معترف بها من قبل الجهات الوصيه على هذا الميدان؟ ضروري اصلا مصادق العالميه، الوصيه العالميه وحتى الصحيه ديال المغرب. كاينه المصادقه اصلا ما تيدخلوا حتى كيديروا لي زاناليز عاده تيتحطوا في المبيعات. والمنتوجات ديالكم كيشهدوا اقبال يعني؟ بالنسبه للاقبال الحمد لله الاقبال في تصاعد، لان بزاف المشكل اللي تيديروا الناس تيكونوا هذيك الفكره ديال لا ميكا ميكا، الوغ لا خاصك تجرب باش تحكم، ماشي ميكا ميكا ياك. الحمد لله دابا جوجل ما بقى خافي على حتى شي واحد، اي واحد كيدير اون بوتيت ريغيرش على لي ماتيير بروميير غادي يعرف كوساسوا بالعربيه ولا الفرنسيه ولا بالانجليزيه غادي يعرف الفرق ما بين المنتجات مناش سوبر وار مصنوعه وديال السوق مناش مصنوعه. دونك الحمد لله كيف ما قلت لك الاقبال في تزايد، لان كيجي كتجي السيده كتجرب بواطه وحده صغيره تتحس بالفرق، دونك اوتوماتيكمون كتجي تاخذ لي زوطرو غامس ستادير ديال الثلاجه ولا ديال بلاكار ولا ديال هذا، وحده تتقولها لجارتها تتقولها لاختها وهذا. دونك الحمد لله المنتوجات غاديه في اقبال متزايد. بشكل تقريبي تقدري عافاك تعطينا نسبه المبيعات ديال الشركه ديالكم او لا قداش كتبيعوا؟ الوغ كاينين المنتجات اللي تيتباعوا على طول العام ستادير لي بيست سيلر اللي كيتمشاو العام كامل ماشي غير هذا، عندك هادو ديال الخضره، عندك القريعات لي بواط دو كونجيلاسيون وهاد بحال هكا لي غافيه ديال الماكله، هادو على طول العام تيتمشاو لينا ما كاين حتى شي مشكل فيهم. وكاينين عاوتاني لي اوكازيونيل بحال دابا لي بواط كاينين بحال البواطات الكبار ولا الصغار ولا هذا، داكشي كيمشي باغ اوكازيون بحال دابا كنعرفوا دابا في رمضان ان شاء الله الابواب وهذا الناس كتحتاج البواطات الكبار، دونك في هاد لا بيريود جايبين ليهم البواطات الكبار. داكشي على سي باغ سيزون على حساب كل سيزون وشنو كيتمشى. في الدخول المدرسي تيتمشاو كثر لي بوتي والبواطات ديال الماكله كثر، ولكن اللي تيتمشاو على طول العام هما ديال الخضره لي بوتي وهادو ديال الماكله. وبالضبط شنو هي المناطق في المغرب وفي كازا خصوصا اللي كيشهدوا اقبال اكثر، يعني كيكون فيهم نسبه مبيعات مرتفعه اكثر؟ كازا كيف ما قلتي كاينين لي كونسيير في المغرب كامل، الدار البيضاء هي اللي واخده النسبه الكبيره الحمد لله. كاع لي ريجون ديال لي 5 ريجون ديال الدار البيضاء كاملين كلهم فيهم دي كونسيير، كلهم كيديروا لي ريونيون دو ديمونستراسيون كلهم زعما تيتماشوا، ما كاينش زعما شي ريجون كيتباع فيها اكثر من ريجون ولا هذا، لا الحمد لله كلشي غاديين بنفس الوتيره، كلشي كاين فيهم المبيعات مزيان الحمد لله. مدام بشرى، بالنسبه للمغرب رفع هذه سنوات شعار زيرو ميكا، فالمنتوجات ديالكم فين هي من هذا الشعار؟ شنو هي ديك زيرو ميكا؟ علاش؟ لانها مضره بالصحه، مضره بالبيئه، وهادو الجوج اصلا هما اللي تيبر وار كتحافظ عليهم اكثر حتى قبل من لو لونسمون ديال هاد زيرو ميكا. علاش؟ لان زيرو ميكا على البلاستيك ذات الاستعمال الاحادي اللي كتستعمل مره وتيتلاح، دونك هادوك الخلفيات وهادوك ديال لي ديشي هادوك هما اللي خايبين على البيئه. باغ اكزومبل بحال دابا غير قرعه وحده غتشري غير قرعه وحده ياك، شوف النهار شحال تقدر تستعملي من قرعه، مليون شخص شحال غيقدر يستعمل قرعه في النهار، عاد تزيد في السيمانه كنهضر على ذات الاستعمال الاحادي لي جوتابل ياك. دونك على الاقل في العام كتقدر تجمعي حتى 140 مليون ديال ديشي، حنا قلنا غير بالنسبه للقرعه. الوغ كو الا استعملتي القرعه ديال تيبروار ولا جميع المنتوجات ديال تيبروار معروفه باعاده الاستعمال، دونك ما كاينش هذاك لو ريسك ديال تو سكي جوتاب، حتى شي حاجه ما تتلاح حتى حاجه ما تضيع. دونك عند تيبروار الميزه ديالها سي صفر ديشي
هذه هي الخاصيه ديال التوبيروار، صفر ديشي لا في لا في الماء لا في لا في الخضره لا في اي حاجه. كنلاحظوا مدام بشرى ان كاين مجموعه ديال المنتوجات ماشي غير البلاستيك، فكنشوفوا منتوجات اللي مصنوعه من الانوكس كيف ما قلتي ليا، منتوجات اخرى اللي قلتي ماده خاصه ماشي بلاستيك وماشي انوكس، فهي اللي غنتعرفوا لها اقربنا من هاد المنتجات اكثر. داكو الوغ كيف ما قلنا على التوبيروار ماشي كتفكر غير في التخزين، دونك ها انت تجيبي الخضره ديالك تجي التموين ديالك ايتو تتخزنيه بطريقه صحيحه، دونك خاصك تستافدي من داك التخزين تاكليه بطريقه صحيه. هادشي علاش كاينين غتلقاي مع تيبيغوا غتلقاي الاستفاده من الطهي الصحي، غتلقاي اينوكس لينوكس ديال تيبيغوا اللي الميزه ديالو هو 18-10 مصنوع من 5 طبقات هنا، دونك داكشي الا هزيتيها تتلقايها ثقيله، وهنايا دايره 3 طبقات. دونك هذه الميزه الاولانيه كيف ما قلت لك ماركه، هذا سي النوع الاول ديال لينوكس، حيت لينوكس بحال الذهب كتلقاي فيه الماركات، لينوكس حتى هو فيه لي مارك، هذه سي لا مارك الاولانيه ديال لينوكس كيف ما قلت لك فيه 5 طبقات وثلاثه طبقات من هذه الجهه. الخاصيه كيف ما هضرنا على الاكل الصحي هو انك ممكن كطيبي فيه بلا ما بلا زيت. دونك كيفاش كنعرفوا ملي كتقلي كي اللي كيقلي اللحم عاد كتطبق الخضره هي الاولى اللي تطيب الاولانيه، عاد هذا الميزه ديال هادو سي انك كطيبي كلشي في دقه واحده، ما كاينش الزيت، كديري غير شويه زيت العود من الفوق، وكيعاونك على الحفاظ حتى على الانرجي ديال البوطه، لان الوقيته ديال الطهي تتكون اقل من الطاجين العادي، دونك اقتصاديه حتى على الجيب. ومن غير لينوكس كاين لي مول ديال تيبيغوار، هادو سي با دو بلاستيك، ماشي بلاستيك، هادي واحد الماده طبيعيه لي بوليمير اكريستو ليكيد، هما باش مصنوعين هاد لي مول، هادو اللي تا هما ماكله صحيه بلا ما بلا زيت، وتيدخلوا الفران جميع انواع الفران تيدخلوا ليهم هاد لي مول. شكرا لك مدام بشرى على هاد رحابه الصدر ديالك، وانك استضفتينا اليوم في المقر ديال العمل ديالكم اللي هو ضمن المقرات ديالكم المتعدده اللي متمزده على المغرب كامل. وهذا هو لقاءنا اليوم مشاهدينا، على امل لقائكم في موضوع جديد ان شاء الله قريبا جدا. السلام عليكم.